الحكم مراقب الشوط الثاني علي تومسون كفر على الخصم ريدونتو انيكا كاين خطا ارتكبوا على القرقوري انكم انيكا ران كره دائريه كيخرج شادلي بكل هدوء كيلتق الكره تعاطف كبير هنا في 2 متر على مرمى الحارس كاتياس طلع القرقوري هكذا جميلة ديال طلع القرقوري العمود افقي نوبة الحارس كاتياس لاحظوا الإعادة معروف على طلع القرقوري خطة قوية جدا قليل من الحظ كان بإمكان طلع القرقوري فتح التسجيل إذا ضربة زاوية للرجاء أمام الحارس كارلوس إجا أنيلكا كرة خطيرة ممتاز حارس شادلي كانت كرة خطيرة دي لفريق ريال مدريد الكبير لفريق كورنتيانز هنا في مدينة ساو باولو روبرتو كارلوس التقوية ممتاز شادلي شادلي للمرة الثانية على التوالي رياض الرياحي تغير اتجاه عند يوسف أسامي بغا يصبر الحكم على خطأ وكين تراك انتاز لاعبين ديال فريق الرجاء كيخرج كرة خرجت خارج أرضية الملعب 5.50 للرجاء اللقب اللي فاز مع فريق الرجاء او الالقاب اللي فاز بها صادقا مع فريق افريكا بيجو الايفواري وضربة خطا يعلن عنها حكم مباراة اليزوندو الارجنتيني على الوراء وقد فات ديال ييرو كتمشي بعيدا كرة طابيو خطيرة ولكن مشات خارج ارضية الملعب 24 مليون دولار وبانوشي الإيطالي لتحت فريق انتر ميلان كارين دو شادي يعمل امامه متتاع كارين دو ريال بدعوة لمس الكرة من طرف لعب خوبس باليد روبرتو كارلوس وقفزة ديالو كتمشي بعيد على المرمى ديال حارس شادلي كما قلت روبرتو كارلوس امامكم على الصورة اللاعب اللي كيواجه الجمهور البرازيلي بالتصفير كل المباريات سبب بسيط انه لاعب سابق لفريق بالميراس كرة دائرية كيخرج ممتاز حارس شادلي تعاطف كبير هنا ديال الجمهور مع فريق ريال مدريد فريق الرجاء التعاقد ديال الفريق الاسباني مع انيلكا جعل وبمباراة مالية كبيرة روبرتو كارلوس للفريق الرجاء البيضاوي خربوا الكره الدائريه اصابه جول هدف لصف للرجاء هدف اسامي هدف لاحظوا الجرعه الكبيره على ديال الجمهور اذا الرجاء بعد مرور 30 دقيقه فوق على ريال مدريد هدف لصفر جول لفريق الرجاء فرحة كبيرة للمدرب سعيد جمال لاحظوا التمريرة خباز وعالطاير يوسف أسامي بالرأس كيرك الكرة في اليمنى من مرمى الحارس كاسياس مساندة مطلقة للجمهور هنا فريق الرجاء الكل يردي الدحي رياض الرياح كرة دائرية نفس بعيد عن اللاعب لمبارتي تفكو كما قلت في نجمات ماك مانا وصدي اعمال مباشرة عند حارس مصطفى الشادلي تقريبا 84 كرة جميلة كانت عند مستودع ولكن روبرتو كارلوس اخر لحظة انقض الموقف امام مرمى الحارس كاسياس اذا انيلكا نبقى له ما يعطي سريع جدا لاعب لمبارتي وخطا كيستحق عليه اندار يصل اللاعب راوي بل فرناندو ييرو بالفعل الحكم الارجنتيني اليزوندو كتعمل مورينتيز كباب العمود وكترجع كانت كرة خطيرة لفريق ريال مدريد غادي يعمل روبرتو كارلوس كرة خرجت خارج ارضية الملعب 5.50 ما راضيش بتاتا روبرتو كارلوس هذا القرار توقف للجمهور الرياضي هنا كل كوين ديال الرجاء الزاوية فيها غابة من الارجل كاين خطا تطلع كارينتو هذه الكرة ديال رضوان الحيمار كرة دائرية وكيتدخل الدفاع ديال فريق ريال مدريد وكرة كتخرج الشرط دفاع ديال فريق الرجاء مولية الكل يدافع الكل يهاجم كانت لم تسجل وإنذار لكارينتو وفي هذا الأثناء سيدتي وسادتي
يعلن حكم المباراة الأرجنتيني. كرة خطيرة 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 وكتخرج زاوية لفريق ريال مدريد. قصص أول سبب إصابة هدف السفر لزائد فرق الرجاء. هدف لعب يوسف خربوش كرة دائرية روسيا ضربة رأسية للاعب مستودع دوندو بيتي موريانتيس. الحكم يعلن على خطأ. أنا أسمع الكرة موريانتيس فرناندو جيرو بالخطا. إذا يارو يمنح تعادل لفريق ريال مدريد. إذا 1-1 بين ريال مدريد والرجاء البيضاوي. لحظة إعادة. الحارس مصطفى الشاذلي مقارنة مع الجدار ما كانش الزاوية المعاكسة. سريع ممتاز لمباركي كيتوازن على المكتب. لمباركي كرة دائرية وضربة رأسية للاعب فرناندو جيرو خارج أرضية الملعب. هداري من كرة هداري موريانتيس الهدف الثاني. مثال ترقيب للاعبين ديال فريق الرجاء. ترقيب اللاعبين ديال فريق الرجاء ترقيبوا باش يطيحوا اللاعب موريانتيس. تلقاو ضربة جزاء لاحظوا وسط تقريبا سبعة ديال اللاعبين. كفر هداري من الكرات المترابطة الثنائية ديال فريق ريال مدريد. في مرة كرة دائرية إصابة جول مستودع يمنح تعادل للرجاء. هدف داخل كل شبكة. هدف من الروعة بمكان. مستودع يسجل التعادل للرجاء. هدف لأهداف الرجاء. يمكن فوز جملة واحدة أهداف خرافية. الحيمر عن الطاير بنفس طريقة ديال يوسف أسامي. أخيرا 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 بتاتا. يلا خربوش كي خطأ كي خطأ وإنذار للاعب البرازيلي صافي أو أمام فريق النصر. كان عليه باش يسجل هدف على الأقل باش يتجازى على هذا الجهد الكبير وقت أنه لاعب الأكبر في فريق الرجاء. لحظة بعد روبرتو كاروس ياخذ إنذار. غادي ياخذ إنذار ورقة حمراء. ممتاز الحكم ممتاز الحكم الارجنتيني إليزوندو. والطرد غادي يطرد الجمهور هنا في ساو باولو لان الجمهور يقيم واحد الكراهيه. موريانتيس لاعب تري كره دائريه وكره كتجي خارج ارضيه الملعب و5 متر و50 لفريق وكره تضيع للرجاء. مستودع يراوغ الحارس كاسيول راهول غادي يكتب ولكن الكره كتجي خارج ارضيه الملعب. تنزل امام اللاعب زكريا. زكريا كتب ممتاز لاعب زكريا. انا نكون على الصوره 20 سنه. مستودع كاين خطا كاين خطا وغادي يطلع امامه ثلاث لاعبين تختار باش يكتب. مستودع كي مرار كرة فقط كتسيب كل هدوء عند لاعب خربوش. خربوش كيخرج ليها احد اللاعبين حتى المساندة فازيو. الحكم كيعلن على خطأ نفس المكان تقريبا اللي سجل منه عميد فريق الريال فرناندو ييرو. هات فرناندو ييرو كرة فارس ارضية الملعب 5 متر و50 دفاع. كابتن جيريمي كتب كتخرج اخيرا نتنفس الصعداء. زوج كرات قراب من المرمى ديال الحارس سادي بيناتهم تقريبا واحد دقيقه. اسامي كيهيئ كره جميله في الوسط عند رضا الرياحي. كاين شروط شروط ديال لاعب مستودع. اسامي كيرجع في زوج كرات في الاعمال كتب.
باس اخر يضيع للرزاء. خطيرة بكرة ممتاز لعب ناطر. يلا خربوش عنده الكرة. ممتاز طلال سيق عليه الخناق بتاتا. مشرف غادي يعمل في خطا. كاينه مضايقه من الخلف. اخر كثير حكم مباراه بكي عليها هذه المضايقه وغادي ياخذ انذار. الحكم غادي يعطي انذار للاعب كاريم بو وغادي يغادر ارضيه الملعب. طلال غادي يعمل كره اخرى تضيع للرجاء. لاعبين ديال فرق الرجاء حذاري من الكرات. إذن جيريمي عكس مجريات اللعب. جيريمي يمنح الفوز. لاحظوا حتى الحركة اللي قدمها مدرب ديال بوسكي. هذا يمكن نقول هدية. هذا هو الواقع. ما بقيتش محاولة هجومية. ما مخدومش بلغة ديال جمهور كرة القدم. ولكن كرة القدم هي عادي. غادي يعمل كرة دائرية بعيدة على المرمى ديال الحارس كاسيا. استمرار زكريا تكتف. تكتف. كرة أخرى تضيع للرجاء. فريق الرجاء. إشهاد الأثناء سيداتي وسادتي.